السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة شهوات جميلة. في هذا الفيديو كيف كتلاحظوا غادي نكملوا مع بعض الأشكال ديال الحلويات اللي بديناهم في الفيديو السابق، يعني البلاطو، اقتراح البلاطو الثاني اللي كنقترح عليكم هذه السنة إن شاء الله. ففي الحصة الماضية عملنا مع بعض جوج الأنواع ديال الحلويات، واليوم إن شاء الله غادي نكملوا ما تبقى من هذه الأشكال مع بعض. نتمنى أن الفكرة توصل لكم، ونتمنى أن هذه الوصفات أو هذه التشكيلات ديال الحلويات ينالوا الاستحسان ديالكم، ونكون لبيت رغبة معظم الأخوات اللي كيطلبوا هذا النوع ديال الحلويات. فإذا عجبكم الفيديو ديال اليوم كيف العادة وصلوه لأكبر عدد ممكن ديال اللايكات، وما تنسوش تبارتاجيو هذا الفيديو مع العائلة والأصدقاء باش تعم الفائدة. واللي باقي ما اشترك بالقناة يشترك فيها بالضغط على صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك، ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد المنشورات. فما نطولش عليكم أحبتي في الله، ونتقلوا باش نتعرفوا على المكونات وطريقة تحضير باقي أشكال الحلويات. بالنسبة للشكل الأول ديال هاد الحصة، غادي نحتاجو 150 غرام ديال أبيض البيض بحرارة المطبخ. غادي نحاولو أننا نطربو على سرعة منخفضة في الأول حتى تشكل لنا واحد الرغوة. فكيف لاحظتو تشكلات لنا دابا الرغوة. غادي نزيدو 25 غرام ديال السكر السنيدة أو السكر الخشن على دفعات، يعني غادي نطلعوا السرعة ديال الخلاط الكهربائي، وغنبداو نزيدو هاد السنيدة على 3 ديال الدفعات، وحنا كنطربو باستمرار تنحصلو على مورانغ قابض فراسو كيف غادي تلاحظوا بالفيديو. فأنا هنا كنضيف الحصة الأخيرة والحصة الثالثة. ودابا تشكل لنا المورانغ، وكيف كتلاحظوا فهو قابض فراسو. هنا غادي ناخذوا النواشف، فعندنا 150 غرام ديال بودره اللوز، غادي نزيدوا لها 150 غرام ديال السكر كلاصي او سكر بودره، وغادي نزيدوا 50 غرام ديال الدقيق الابيض اي الفورس. غنخلطوا هاد النواشف مزيان مع بعض، وغنحاولوا نزيدوهم على دفعات على المورانغ، وحنا كنخلطوا بحركه دائريه من الأسفل للأعلى بالطريقة الموضحة بالفيديو، وما نسرعوش في هذه العملية باش ما ينزلش لنا المورانغ. فالطريقة كيف لاحظتوا شبيهة بطريقة لي ماكارون، لكن ماشي نفس التقنية ديال لي ماكارون. فلي ماكارون كنحاولوا أننا نعملوا القضية ديال الماكاروناج، نخدموا القضية ديال الماكاروناج. هاد الحلوة فقط أننا كنخلطوا النواشف مع المورانغ، وكنعملوهم في واحد البوش، وكان بوشيوهم فوق واحد البلاك ديال السيليكون او لا فوق واحد البابي كويسون، كان دخلوهم مباشرة للفرن، ما كنتسناوش حتى تشكل لنا هذيك الطبقة على الوجه حتى يقصح لنا الوجه. فانا غادي نزين هاد الحبات بشوية ديال الفويتين، ممكن انكم تزينوا حسب الرغبة، وغندخلهم للفرن. بالنسبة للفرن سخنته على 160 درجة مئوية، غنخليوهم 10 ديال الدقائق. فالحبات صغيرة ما تتحتاج وقت طويل ديال الطياب، واللون ديالها خاصو يبقى ابيض، ما خاصهاش تحمر باش ما تنشفش لنا هاد الحلوة، لانها غير بابيض البيض حساسة. فغادي نحاولوا نلصقوا جوج ديال الحبات بالقناش، والقناش سبق لي وحضرته معكم، وغنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. اذا كان هذا الشكل الاول بهاد الحصه، ودابا ننتقلوا باش نتعرفوا على الشكل الثاني. قبل ما نحضر النوغا غادي نحضر جوج الاشكال ديال القاعده اللي غادي نعمل بهم النوغا. الاخوات اللي متبعين معايا غيعرفوا بان في الشكل الاول اولا في البلاطو الاول ديال الحلويات عملنا هاد الشوكولا السايحه، وزدنا ليها اللوز كونكاسي محمر. هذا فقط شوكولا دايبه سوداء مع اللوز كونكاسي محمر. هاد الكميه تبقات لي من البلاطو الاول، غنعملها في هاد المول ديال السيليكون، دخلها للثلاجة، ونحصل على هاد القاعده الاولى اللي غنخدم بها شكل من اشكال النوكا. بالنسبه للقاعده الثانيه غادي ناخد الفواكه الجافة، ولكم الخيار تاخدوا اي نوع من الفواكه الجافة. انا خديت المشماش يابس، قطعته القطع صغيرة، وعملت الوسط قطعة من البيستاش. وغادي ناخد شوكولا البيضاء، غادي ندوبها ونزيد لها شوية ديال الزيت، وغنعملها فوق من هاد الفواكه الجافة. غندخل القالب ديال السيليكون للثلاجة ونخرجه،
وهكذا غتكون عندي القاعدة الثانية اللي غادي نخدم بها الشكل الثاني من النوغا. بالنسبة للنوغا غناخدو 130 غرام ديال السكر الخشن اي سنيدة، غادي نزيدو له 70 غرام ديال الكريمة، انا عملت كريمة الطبخ الثقيلة ممكن تعملو السائلة، و 70 غرام ديال العسل. غنعملو هاد المكونات بثلاثة فوق من النار ونخليوهم يغليو. في البداية غادي تشكل واحد الكشكوشة، ومن بعد غيبداو الفقاعات كيكبروا شويه بشويه. بالنسبه للفقاعات ملي غيكبروا بزاف غنعرفوا بان هذا المحلول السكري وجد تقريبا بعد فتره الغليان، كنحسبوا واحد 8 ديال الدقائق على نار متوسطه. بالنسبه للناس اللي عندهم الميزان كيتسناو حتى كيوصل الميزان ل 118 درجه عاد كيكون عندهم هذا المحلول واجد. فكيف لاحظتوا دابا تشكلات الكشكوشه، هذه هي الكشكوشه اللي كتشكل في الاول، محد الحرارة كطلع والفقاعات كيتشكلوا، الحجم ديالهم كيكون متوسط في الأول، ملي كيكبروا الفقاعات وما كتبقاش الكشكوشة كيكون عندنا المحلول واجد. ما كنجهدوش النار باش ما يتحرقش لنا هاد الكراميل. فكيف كتلاحظوا الكشكوشة بدات كتنقص والفقاعات بدات كتكبر. انا وصلت ل 118 درجه، غادي نزول المحلول من فوق النار وغادي نزيد باقي المكونات. فعندنا 70 غرام ديال قشور البرتقال معسلين، وغننزل لكم الرابط ديالهم اسفل الفيديو، و 150 غرام ديال اللوز اي فيلي. فغنضيف هاد المكونات بجوج وغادي نخلط مزيان، وغادي نجيب المول ديال السيليكون. وبالنسبه للقوالب خاص تكون ملائمه للقوالب اللي عملنا ديال الشوكولا، هذا دي 030 هو اللي خدمت به الشوكولا السوداء، وخدمت به حتى الشوكولا البيضاء. غادي نعمل فيه النوغا، والنوغا غادي نعمل الحصه اللي غتكفيني، فما خاصنيش نعمر هاد القوالب. معظم الاخوات كيتشكاو بالنوغا كتسيح ليهم في الفرن، انا عمرت هنا ثلاثة ديال القوالب، قوالب عمرتهم الكمية المناسبة، وقوالب بالغت في العمارة ديالهم، باش نناقش معكم هاد المسألة ديال النوغا اللي كتسيح داخل الفرن. فكيف لاحظتوا القوالب اللي على اليمن هي اللي عملت فيها كمية مناسبة، والقوالب اللي على اليسار هي اللي بالغت في الكمية ديالها، باش نوريكم كيفاش تحلوا هاد المشكل الى وقع لكم. فسهل يعني، واخا كتسيح لنا النوغا بمجرد ما كنخرجوها من الفرن كنجمعوها بسرعه بواحد المعلقه وكنرجعوها لبلاصتها بالطريقه اللي غنوضح لكم في الفيديو. بالنسبه للفرن خاصو يكون شاعل على 170 درجه مئويه، نخليوها عي تاخد اللون الذهبي، ما نخليوهاش حتى تحرق، غير تشد فراسها ونخرجوها يعني كنراقبوها. كيف لاحظتوا انا هنا كنجمع النوغا ما حدها باقا سخونه، كنجمعها بالمعلقه كنرجعها للمول ديالها. المساله بسيطه بزاف، وهذا هو الحل اللي تعملوا الى وقع لكم هذا المشكل، ما تخليوهاش سايحه حتى تبرد، وهي سخونه رجعوها لبلاصتها، وهذا الشكل ديالها بعد ما كتبرد مزيان. وهذا هو المول اللي كان سايح عندي واللي تعمدت انني نبالغ في العماره ديالو ديال القوالب ديال هاد القوالب. الا كانوا عندنا شي حاجه شيطه في الجناب فاحنا كنزولوها. غادي ناخد القاعده ديال الشكل الاول اللي هي بالشوكولا، وغادي نعمل فيها شويه ديال الشوكولا، وغننزل فوق منها هذا النوع الاول ديال النوغا. وهذا الشكل نسيت انني ننزله في البلاطو، مع ذلك بغيت نصوره لكم غير باش نعطيكم فكره فقط. بالنسبه للشكل الثاني غادي ناخذ النوع الثاني ديال النوغا. فكيف لاحظتوا انا عملت ثلاثه ديال القوالب، وهذا الشكل الثاني ديال النوغا. الرقم ديال المول هو دي 106، وحصلت على هذا الشكل ديال النوغا. غادي ناخذ شوكولا بيضاء وغنعملها في الوسط ديال هذا الشكل، وغادي نزين باي فاكهه جافه عندي في البيت، فانا زينت هنا بالبندق والكاجو. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري، انا فقط كنعطيكم افكار ولكم الخيار تعملوا التزيين اللي كيناسبكم. بالنسبه للقاعده اللي غنعملوا لهاد النوع ديال الحلوى، فهي قاعده اللي عملنا بالشوكولا البيضاء وبالفواكه الجافه، واللي عملنا فيها قطع ديال المشمش والبيستاش. فغادي نخرج هذيك القاعده البيضاء من الثلاجه، وهذا الشكل ديالها بعد ما خرجناها، وكيجيو هادوك الفواكه الجافه باينه في القاعده. غادي نحاولوا نلصقوا هاد القاعده البيضاء بهذا الشكل ديال النوغا بشويه ديال الشوكولا بيضاء.
كناخذوا القاعده البيضاء وكنعملوا الوسط ديالها شويه ديال الشوكولا البيضاء وكننزلوا فوق منها النوغا، وهذا الشكل النهائي ديالها، كيجي شكل جميل وراقي. ودابا غنتقلوا باش نتعرفوا على النوع الثالث او الاقتراح الثالث اللي هو ليتويل بالشوكولا. بالنسبه ليتويل بالشوكولا غناخذوا 15 غرام ديال الدقيق الابيض اي الفورز مع 10 غرام ديال الكاكاو المر اي الشوكولا بودره بدون السكر مع 75 غرام ديال السكر الخشن. غنخلطوا المكونات الجافه مزيان مع بعض، ومن بعد غادي نضيفوا 20 غرام ديال الزبده المذابه وحبه ديال البيض. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعض، غنغطيوهم بواحد الفيلم اليمونتير وغندخلوا الخليط للتلاجة 15 دقيقه باش يقبط لنا هاد الخليط شويه وما يبقاش سايح. فالخليط ملي غندخلوه للتلاجة غيقبط شويه لان فيه الزبده، وبفعل البروده غادي يقبط لنا واحد شويه، فغادي نغطيه وندخلوه للتلاجة ونلتقيو من بعد 15 دقيقه. غادي نجيب بلاك ديال السيليكون او لاطا نعمل فوق منها ورق المطبخ او بابي كويسون، وبالمعلقه ننزل حصص من العجين بالطريقه اللي موضحه بالفيديو. غادي نجيب شويه ديال الماء غادي نغطس فيه المعلقه الظهر ديال المعلقه ونقطر المعلقه مزيان ونحاول نبسط هاد الاقراص ديال ليتويل بالطريقه اللي موضحه بالفيديو. غنستمر بحال هكذا حتى نكمل الاقراص كاملين، وغنكون سخنت الفرن على 180 درجه مئويه. الى دخلت ليتويل غنخليهم ما بين 5 حتى 8 ديال الدقائق، فهما في ساعه كيطيبوا. نص الحصص ديال ليتويل غادي نزينهم انا باللوز ايفيلي، ممكن انكم تخليوهم بلا التزيين والمساله كتبقى اختياريه، وممكن تزينوا باللي بغيتوا. بعد ما خرجتهم من الفرن وهما يا سخان غادي نعملهم يا اما في هاد القوالب اللي خاصين بليتويل، ويا اما نعملهم غير فوق من واحد المدلك. وغادي نستمر بسرعه نخدم، ولا حسيت بان ليتويل قصحوا ليا غادي نعاود ندخلهم للفرن لدقائق فقط ونعاود نعملهم في هاد القوالب حتى نكمل الحصه اللي عندي. وهكذا نكونوا كملنا مع بعض جميع الاشكال والاقتراحات اللي اقترحت عليكم في البلاطو الثاني في الحصة الثانية من هاد الحلويات ديال العيد. فجزء من هاد الاشكال عملناهم في الفيديو السابق، وغننزل لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، وبقية الاشكال تعرفنا عليها في هاد الحصة. نتمنى هاد الاشكال تنال الاستحسان ديالكم، طبقوها تعجبكم وترسلوا لي التطبيقات ديالكم عبر الصفحة ديالي على الفيسبوك تحت اسم شهوات جميلة. اللي عنده أي سؤال أو استفسار أو اقتراح يخليه لي أسفل الفيديو بالتعليقات، واللي بغى يتواصل معايا يتواصل معايا على الصفحة ديالي على الفيسبوك صفحة شهوات جميلة، يعني عندها نفس الاسم ديال القناة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاستحسان ديالكم، إلى عجبكم وصلوه لأكبر عدد ممكن ديال اللايكات، واللي باقي ما شارك بالقناة يشترك فيها بالضغط على صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك مع تفعيل الجرس. أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة بإذن الله.